أحد الناس يقول عايز أشق بئر كصدقة جارية، هل شقه داخل منزل يعتبر صدقة جارية أم يشار شقه في طريق عام؟ طبعا يا ولدي الأصل في الصدقة الجارية أن ينتفع بها عموم الناس، فهذا أنفع وأرجع للبركة. لكن أحيانا توجد بعض الحالات التي يعتبر حفرها في منزل خاص يكثر عدد أفراده أصولا وفروعا وتمس حاجة أهله إلى الماء قد يعد صدقة جارية، لكنها دون الأولى في النفع وفي الأجر. أحيانا قريل شيخ قبيلة والبيت بتاعه كبير وفي 10-15 أسرة رواق، محتمل تشق البئر ينتفع المجموعة دي. أما داخل بيت واحد وأسرة محدودة يعني قد يكون ليس هذا هو المقصود بالتحديد بالصدقة الجارية، المقصود عموم النفع وعموم البركة لعموم الأجر بإذن الله عز وجل.